القسطرة القلبية لأمراض الشرايين التاجية هو إجراء شائع لتشخيص انسداد الشرايين التاجية، ويستغرق ما بين ساعة إلى ساعتين. المرحلة الأولى، القسطرة القلبية التشخيصية أو الاستكشافية. إجراء القسطرة القلبية هو عبارة عن إدخال أنبوب صغير مجوف إلى القلب عبر شريان طرفي مثل الشريان الفخذي أو الشريان العضدي. قبل البدء بالإجراء سيطلب منك الاستلقاء على طاولة الأشعة بمختبر القسطرة، وسيقوم الممرض بتوصيلك بأجهزة المراقبة وإعطائك علاجاً مهدئاً إما بالفم أو الوريد. يقوم الطبيب بتحديد منطقة الإجراء، وبعد تخدير المنطقة يقوم الطبيب بإدخال أنبوب القسطرة، ثم يدخل من خلالها سلكاً معدنياً إرشادياً يعبر الأوعية الدموية حتى يصل إلى الشرايين التاجية لتشخيصها. قد تشعر ببعض الضغط عند إدخال الأنبوب، لكن بدون ألم. يتم مراقبة مسار السلك المعدني طوال فترة الإجراء باستخدام الأشعة السينية، وليتم تصوير الشرايين التاجية يقوم الطبيب بإدخال الأنبوب إلى بداية الشرايين التاجية، ثم يقوم بضخ صبغة ملونة خاصة توضح إذا كان هنالك أي انسداد أو تضيق داخل هذه الشرايين. قد تشعر بحرارة وسخونة أو صداع أو غثيان عند ضخ هذه الصبغة. بناء على تشخيص الحالة سيقرر الطبيب ما إذا كانت حالتك مستقرة أو تستدعي إجراء قسطرة علاجية أو إحالتك لعملية جراحية. المرحلة الثانية، القسطرة القلبية العلاجية. في حال اكتشاف وجود تضيق أو انسداد في شرايين القلب التاجية، فغالبا سيتم إدخال البالون إلى الشريان المتضيق والعمل على توسيعته ووضع شبكة معدنية. بعد الانتهاء من الإجراء يتم إخراج أنبوب القسطرة ثم السلك الإرشادي، ومن ثم الضغط على الجرح أو وضع سدادة لإيقاف النزيف لعدة دقائق، ثم وضع ضمادة لاصقة. بعد ذلك يتم أخذك إلى غرفة الإفاقة لتستلقي على ظهرك لعدة ساعات بدون تحريك منطقة القسطرة مع مراقبة أي تغيرات.